السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي وحبايب قلبي على السوشيال ميديا، حياكم الله جميعا وأسعد الله جميع أوقاتكم يا عائلة الأكابر. اليوم الحلقة الخامسة من أساسيات التداول، والحلقة جدا مهمة، ولا تنسوا أيضا العرض الموجود عنا الـ100 USDT. فلذلك قبل ما أبلش بحب ذكرك، إذا كنت حابب تكبر محفظتك المالية وتدخل لعالم المضاربة بالطريقة الصحيحة، انضم لنا على رابط التليجرام المثبت بصندوق الوصف. فوتك يا معلم. طيب يا شباب، نحن عنا الخامسة جدا جدا مهمة، تعيين وقف خسارة لكل صفقة، خلاف ذلك الفشل شبه مؤكد. شو يعني شبه مؤكد؟ يعني أكيد 100%. خلينا الآن نذهب للشارت ونشرحها عن طريق الشارت. طيب يا شباب، نحن عنا مثال عملة SOS، هو مثال خلينا نتحدث فيه عن وقف الخسارة. بس قبل ما نتحدث لازم تفهم شيء، وقف الخسارة دائما بيستخدموه المتداولين يلي خايفين من العملات السكام، تمام، والعملات اللي ممكن احتمال تعمل كراش كبير، وايضا جماعة الفيوتشر. اما بالسبوت انا بحب استخدم مبدأ التعزيز، وخصوصا اذا كانت عملة قوية بذهب معها وين ما بدها تروح، وبعد منها بعزز بغرض انه ترتفع وحقق منها مكاسب، ومنه ما بتخلى عن المشروع وبضل واقف مع المشروع، تمام؟ فلذلك مثال، أنا أخذت عملة SOS بسعر 88. أنا كعقد فيوتشر مثلا، أو كأنه فايت بالعملة بس أنه بعرف أنه العملة مثلا تكون هشك بالشك، هلا SOS مو هشك بالشك مثلا، بس مثال نحن عم نحكي، تمام؟ أنه عملة هشك بالشك وتعبانة وكذا وكل هالأمور هاي. طيب جميل، ورحت أنا شو عملت للأمانة؟ رحت أنا قلت بدي أروح بيع كعقد فيوتشر أو بيع هالعملة على هاي المنطقة الموجودة أمامي 11، تمام، بغرض الربح 32%، تمام. أم أنا راحت عملة كراش هيك وزهبت لوين؟ لا 36. ركز معي، زهبت العملة لل 36 لهالمنطقة، يعني بما يقارب قديش أنا خسران. خلينا نحسب على حساباتنا قديش أنا خسران، يعني بما يقارب 59% ل60% من محفظتي المالية، تمام، 59.49، يعني 59.5 مبلغ والله كبير يا شباب. يعني معك إذا معك $1000، تمام، بصير ما معك غير $400 للأمانة. فلذلك أنا هون بعمل وقف خسارة. شو وقف خسارة؟ بعمل وقف خسارة بهذا الاتجاه من هون، من هاي المنطقة، تمام، على 84 هون بهي المنطقة. خليني أحدد لك إياها، حط أنا مثلا، أنا إذا كسرت خط الدعم 88 على 84 قديش بكون خسران؟ خلينا نحسب قديش بكون خسران، يعني بكون خسران 4%. وقف الخسارة دائما بيكون 2% 3% 4%، بتراوح هيك، تمام، أنه خلص كسرتها حرايحة هي لوين؟ لأول خط دعم 61، تمام، وبعد منها رايحة للأربعة، يعني آخر القاعة تبع 36.4 لهالأماكن هي. فلذلك أنا بهذا الاتجاه وبهي الحالة هي بكون مستعد لهذا الأمر، لنجي نفسي وأنقذ حالي، تمام، من هذا الأمر. فحط وقف خسارة أنه خليني أخسر 4%، بيعوضني الله يعني $10 $5 يلي هني، أحسن ما أخسر $600. فلذلك وقف الخسارة جدا 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 مهم. مهم شو؟ مهم لا جماعة الفيوتشر، للعملات السكام والنصب والاحتيال، تمام، ركزوا على هذا الكلام، ولذلك بيحطوا وقف خسارة. وأيضا مهم لجماعة المضاربة. أنا ليش ما بحب استخدمه بالسبوت وخصوصا بالعملات القوية؟ مثال رح أحكي لك يا، يعني أنا 4% خسرت هون، تمام، والعملة اللي بعد منها خسرت كمان 3%، والعملة اللي بعد منها مثلا خسرت 2%، والعملة اللي بعد منها خسرت 5%، فحسبهم مع بعض يعني صاروا أكثر من 10%. فإذا كل مرة بدي أعمل وقف خسارة كارثة مصيبة، تمام، 10% هون 5% هون، طلعنا آخر الشهر مكسورين ما لنا ربحانين ودافعين رسوم بيع وشراء للمنصات. فلذلك ما بحب استخدم وقف الخسارة غير بعملات الاسكام والنصب، أو اللي ما لا ماكس سبلاي. ركز على كلمة ما لا ماكس سبلاي، هذا كتير مهم.
إن شاء الله يا رب يا شباب كون وفقت بتحليلي ودرس اليوم أساسيات التداول، وهو كتير جدا مهم أنه يحط الواحد stop loss، يعني وقف خسارة لعملاته من أجل ما يخسر مبالغ كتير ضخمة. لا تنسونا من الدعاء ومن لايك ومن السبسكرايب والدعم للمحتوى، وخلونا نشوفكم بجروب التليجرام المثبت بصندوق الوصف فضلا وليس أمرا. بقدر لك بالنهاية that is not financial advice but I'm always right. I'm always right. Stay safe and see you soon. Bye bye guys.